كيفكم سوبر فاميلي؟ زعلانين؟ لو شو ما بكون شو ما شكلكم شو ممكن؟ لأنه أنتو سوبر. لكن تجي لكرا والله مرة بتشوف الناس ليكم صرخ كتير تسمعوه لانه نحن هلا بقلب بوت، نحن رايحين هلا برحلة مائية لمدة ساعتين. خبرنا مبسوط بالبتو؟ كيف؟ شو في هيدا البتو شي مميز؟ انه في شباك هون وبيوت. في شباك؟ اوكي، ليكو نحن وين قاعدين؟ ليكو في شباك عاولة فادي، في فايبر جلاس، وهون نحن هلا بدنا نبلش نشوف سمك وكل حيوانات البحر اللي ممكن تكون معدية تحتنا. ليكو اذا فيكم تشوفوا معنا، ليكو المي تحتنا، هيدا البحر، ليكو البوت، نحن ماشيين هلا بالبحر وتحتنا المي. هلا اول ما نقرب بعد شوي صغيره لقدام ببلش يظهر علينا السمك. هلا بعدنا كثير قراب من الشط. هلو سوبر، شو الوضع؟ كثير مبسوطين بالبحر، بيعقد والرحله هيدي ما بينا حس بلشنا نشوف الشعب. نقستيني نشوف القلب. اوكي بعد ما شفنا مارف مالنا صباح الخير. مارف صباح الخير بابي، مارفي صباح الخير. مارفي مش كتير مركز، مش كتير طايق، كيف المين شو صار؟ ايه فمشوب وملبسينه هيدي كرمال الشمس فما كتير مسيطر. بابا هاي دادي. كيكي ظهرت لبرا عم تعمل ستوريز. كيكي اسكرينا بالستوري، يعني تبقى طلع علينا. ايه رح اعمل لك منشن. سوبرز هيدا مارفل غفي طلعنا فيه القنايه، حرام عم بينام، فدغري زبطت له كيكي نومته. هيدا كيكي عم كيكي بعدها بالستوريز. ليكو كيف طالعه؟ سوبرز انا اخذت الكاميرا من توني هلا، قلت له لازم اطلع فرجيه من المنظر برا. ليكو انا وين واقفه، طلعوا البحر شو حلو. هيدا بحر الغردقه رائع، وحتى في هوا كمان، يعني الجو مش كتير شوف. وتوني بهالوقت عم بصورني. شو عم تعمل؟ واو شايف السمك الاسود والابيض يا بابي؟ انتو شايفوني؟ ايه انا شفتهم على الكاميرا مبينين، السمك الاسود والابيض، شفتهم شو حلوين؟ فادي اكثر واحد منبسط بالدهره. ايه واو مبسوط. واو ليكو 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 هلا عندي البحر. واو شفتوا ايه؟ شفتوا بابا؟ بين بابي 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 شفتوا؟ واو شو صار؟ ايه اللي حصل؟ كبيرة شوية. اوكي فات شوية مي علينا. اوكي مهم انه نحن لا 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 مارفل مبوشي وفادي مبوشي. فات شوية سمك علينا يا بابي. سوبرز ما بعرف اذا عم تسمعوني من الموسيقى، بكل الستاي اللي نحن فيه هون اول يوم بننزل فيه على البحر. شايفين وراي هيدا توني وفادي عم يلعبوا بالرمل، رح نروح لعندهم نشوف شو عم يعملوا. توني عن جد عم تحكي مش عارف انه الرمل لازم يكون رطيب؟ ما في شيء ماي عم يطلع لي قنديل، كل ما اجيب ماي كل ما اجيب ماي بيطلع لي قنديل بحر. بدي اقول لكم انه انا ميتة تنزل على المي، بس المي مليانة قنديل، غريب ما بعرف ليه. لأن عادة بيقولوا انه القنديل بتجي مثلا على شهر 8 باغسطس بجولاي، نحن بعدنا بأول جون ومليان البحر قنديل، كل انواع مخلوقات البحر موجودة قدامنا ومش قادرين ندعس. سي فود شوربة سي فود. كيكي مارفل مش طايق. كيكي بابا مش حابب الرمل يا دادي، مش حابب الرمل يا حبيبي. يلا تعا تعا اوفا جوا، يلا تعا تعا. كيكي تعا شوف الكراب. كيكي سلطعون. كيكي واو انا اول مرة شوف كراب عايش عم يمشي قدامي هيك. ليكي بينزل على الماي. وينو فادي شافه؟ ايه بس كيكي هدول اشي خطرة، يعني في كتير كراب، في كتير قنديل بالبحر. نحن شكلنا ما رح ننزل نسبح. لا اكيد ما رح ننزل نسبح. ليك 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 الكراب، شايفين السلطعون هو عايش؟ كتير ايه لا لا ما فينا ننزل ابدا، في كتير كراب. انا جايز في كتير شمس، ما عم بقدر اشي حتى السكرين شو عم بسوي لكم. هيدا هون في قنديل بحر شايفينه كمان، لك شو كبير. نحن رجعنا وتوني عم بيعمل دوش لفادي، عم ينزل كمية رمل من شعره، يعني ما بعرف كيف بعد في رمل على الشط. سوبرز يعني شو بدي اقول لكم، توني ما بحب البحر وانا بموت بالبحر، يعني انا تركوني ليل نهار قاعده على شط المي، عم بنزل اسباح ارجع اطلع اقعد على الرمل، بالنسبه لي هذا احلى شيء بحياتي. اما توني اجا
عم خبرهم انه انت لا مش عم شكيني. انا عم حمم هلا الاولاد. دايما بقول لي عم تشكيني. عم حمم الاولاد ومفروض تكوني عم بتساعدي عم تشكيني؟ شو عم تقولي؟ انا عم خبرهم إيه؟ كل واحد شو بحب الحياة. ايه انا بموت بالبحر وبالرمل وانه اقضي كل ايامي على البحر. نعم صح؟ نعم. ليه ما تجوزتي قرصان؟ ليه ما تجوزتي بايرت؟ انا ما بحب كثير، انا بحب البحر كمي وهيك بس ما بحب الرمل. ايه طوني والبحر بلزق عليه. نص البحور بحص وبعدين سمك وبعدين بينجرح اجري، واذا كان رمل بضلني على شي 3 ايام من بعد عم بتحمم ينزل مني رمل. طيب والهيئه انه مارفل طالع لبيو. ايه ابدا ما كان طايق. لانه ما كان مبسوط ابدا. ما كان طايق. حرام بس هلا بدنا نعمل له شي نسليه. ايه هلا بدنا نعوضه. نسليه لإله حرام. وهيدا مارفل بالاكوا بارك تبع الاولاد عم بيلعبوا توني. ووو برافو ماما. يلا هلا فادي. يلا فادي. واو فادي. ايوه اخيرا انبسط مارفل. عودنا لك عن الصبح فيك رح اطلع انا على الطرز ونفسه انت خدي من هون. يلا يلا. مش قادره اقول لك قد ايه مبسوط. يلا دن 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 لما توني رح تعلق. بدي يلقطوا معي بدي يلقطوا معي بدي يلقطوا. جايز مارفل عم يمشي وحده بالماي. انا رجعت طلعت جبت تليفوني لانه ووتر بروف يعني ضد الماي، لانه خفت كثير على الكاميرا صراحه كان كثير عليا ماي قريبه. شو فادي؟ شو يا دادي؟ فرجينا. غرق فادي غرق فادي. شوفوا مارفل كيف رح ينزل. شوفوا مارفل كيف رح وفادي سوا. واو واو ليك شو مبسوط ليك شو مبسوط. بده يرجع يطلع ما في بده يرجع يطلع من هون ولازم يطلع عن الدرج بده يطلع عن السلم. هو عم يرجع يطلع هيك بأرضه بده يطلع. توني شكلك كوميدي بشكل انت ونازل عليها. بتنزل وحده بتنزل وحده. خدوا له سكرين شوت كلكم لتوني وهو نازل عليها وحده. برافو توني. نو واي. شو بابا؟ خلص تفيوة يا دادي. تفيوة. ما في ولا فرقانة معه. في حالة دينايل. ليك 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 بده يتلك منو بده يطلع يا كيكي شو هالصب؟ لحظة لحظة ليك. بيبي هالك بيبي هالك. بيبي هالك ليك 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 كيف طالع؟ ليك كيف طالع وحده؟ اوكي يلا دسا. يلا ليك 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 ليك. ما هي منشفة بطل فيها مي مصر خلص. وهلا فادي رح ينزل مشهد اخراجي. يلا بابا جو. سوبرز نحنا كنا عم لعب الولاد بالاكوا بارك وقعدنا يمكن شي ساعة او ساعتين زيادة والتهينا بالوقت. مارفل كان كتير مبسوط وفادي كمان فقطع الوقت وتوني هو اللي كان عم بلعبهم صراحة وكل الوقت واقف. واذ اكتشفنا من بعد ما طلعنا على الاوتيل اكتشفنا انه توني احترق. سوبرز ما نعرف شو بدي اقولكم صراحة يعني. والله ما بعرف عم تضحك علي ما بعرف. مش عم بضحك عليك بس انه ولد صغير ما بصير معه هيك. هيدا اللي شايفينه على وجهي هلا اسمه افتر سان. هيدا بنحط ان كيس اوف يعني هيدا اللي صار. يعني انا جايبته قلت بركي لا سمح الله مع انه انا كل ساعتين بحط للولاد سان بلوك. قلت بركي صار لهم شيء واحترقوا جايبه ومامنه انه معي افتر سان للولاد. ما تخيلت استعمله لتوني. لما هلا عم بضحك عم حس حياتي. اول شيء البحر اوريدي على الرمل وشط البحر الشمس كتير شمس. قوية. وتاني شي انت بشرتك يا حياتي بشرة طفل صغير.
انا قاعد عم لاعب مارفل هون كمان ساعتين مني بقلب المي، يعني عاده بنكون بقلب البول يعني واقف انا، المي بهيدي تبع الاكوا بارك تبقى 40 سم يعني توصل لتحت ركبتي. ايه واقف عم لاعب مارفل ينزل وارجع حطه ينزل وارجع حطه. لك ايه اكيد اكيد، بس ما انا فكره يعني انه انا ببرط المي كل الوقت يعني حتى مني انه بالمي حامي حالي من الشمس. ايه مني منتبه. وفي شغله كمان بتحط كل ساعتين سم، ما انا ايه بس بعتقد انه انا ما كنت عم حط على وجهي. لا ما بعتقد انا هلا عم ركز انه انا عم يعني بنحط للاولاد انا وياكي بكون ركز عليهم. قاعد مش حاطط شيء على وجهي بعتقد لانه لايك انه كتفيتي حمر بس مش لهالدرجه يعني ما عندي حرق يعني، بس بعتقد انه حطيت ما بعتقد حاطط هون ما بعتقد حاطط على وجهي ما بعت ما بعرف اذا مبينه على الكاميرا. عم جرب اتذكر ما حاطين هيدا الابيض هلا ما هيدا طفتها شوي يعني انا صار لي نص ساعه قاعد هيك قبل ما ندور كاميرا قلت لها بس خليني بورد نتفه بهيدا كتير بهدي بهدي. طيب شو بدنا نعمل لبكره؟ لا انا ما في بقى اظهر على شمس. ما هيدا اللي عم اقوله نحن بقى عندنا بكره وبدنا نمشي اللي بعده على اساس هيك. بس لا انا هلا بدي يعني مفروض نحن نمشي لا بكره. لا انا كمان ما بفضل او بدي ضلني بغرفه الاوتيل كل الوقت تظهر انت والولاد. لا صعب. لا 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 هلا المشكله الوحيده والشيء الوحيد اللي مزعلني هو فادي، بس بدي اقول له انه بدنا نمشي اذا بده يزعل ولا لا. خليني اشوف فادي بابا. بابا فادي بابا بدي اسالك كلمة سؤال. موجوع بابي؟ لا يا حبيبي مني موجوع، بس بدي اقول لك يا بابي انه انا مجبورين بكره نمشي. ليه؟ لانه يا بابي ما في روح الشمس. لا يا حبيبي ما تزعل. طب خلص بتطلع تلعب انت وماما، بس انا بصير بدي ضلني بالاوضه ما في بابا ما في لانه ما احترقت ما في ضلني بالشمس ابدا. بدك تبقى بس يا بابي لانه انا صار معي هيك ما بقى في ضلني بالشمس ابدا، فلازم نرجع برجع بنرجع بنسافر بنرجع بنسافر الشهر الجاي. لا شو بدك؟ بدك تبقى ايه اي بدك تبقى يا بابي. طب بس ما انا ما في لعبك يعني ما في انزل معك، خلينا نمشي وبنرجع يا بابي بنرجع بنجي على ريزورت وبنتسلى. مش بنفس المطرح؟ بدك انت بنفس المطرح بنجي على نفس المطرح، بدك مطرح جديد بنروح مطرح جديد. اوكي بابي. اوكي بابي، يعني منك زعلان فينا نمشي بكره؟ ايه؟ كيكي مش الحال، انا وفادي اتفقنا وانه رح نمشي نحن بكره وبنرجع بنسافر يعني باقرب وقت. احلى شب فادي، رح نرجع نسافر؟ ايه رح نرجع نسافر ونرجع ننبسط ونتسلى ونلعب واو. كتير. واو خي يلا بنقفل الفيديو. بتقفل انت الفيديو؟ رح تكون كتير. لا ما بدك تقولوا احضروا فيديوهاتنا الباقية على القناة. احضروا فيديوهاتنا الباقية بالقناة ومنحبكم كتير وارسيتي كتير. باي.